طلعت كل يوم بتقوم شايل شيلتك وأسئلتك، ساعات تقوم متحمس لليوم، وأيام تحس إنك ملهم ولقيت الإجابات والحلول، وأيام تلاقي نفسك محبط ومفيش طاقة تعمل أي حاجة. الفرق بينك وبين غيرك مين بيستسلم ومين بيكمل. بيكمل اللي بدأه من غير ضمانات، من غير ما يكون عنده كل الإجابات، بيكمل عشان ما عندوش رفاهية الاستسلام. بص حواليك هتلاقي وشوش تحس إنك عارفها بتعدي عليك كل يوم، بتبصوا لبعض بصة ممكن تتبادلوا بسمة، انت حاسس انك شخص عادي وهم ناس عاديه، والحقيقه انكم ابطال، ابطال الزمن ده، ابطال بنقابلها في حياتنا كل يوم. بصحى الساعة 2:30 فجرة وشغلي بيبتدي الساعة 5:30 فجر. أنا كنت مولود شخص طبيعي ما عنديش أي مشكلة لحد ما حصلت لي الحادثة وأنا في سنة أولى كلية. كل اللحظات اللي مرت بيا كانت بتقول لي كمل، مفيش لحظة مرت بيا قالت لي بطل. أنا كنت في مدرسة الألماني في اسكندرية، وفي المدرسة كان الموسيقى عامة، حصص الموسيقى مهمة جدا، بزائد إن عيلتي كانوا برضو متجهين شوية لسماع الموسيقى الكلاسيكية والبيانو، كانوا خليني ألعب بيانو وباليه وكده، كانوا مهتمين بالحتة دي، كنت بغني في كورال المدرسة. هي من فترة ما أنا موعيت على الدنيا لحد ما روحت جامعتي، ماما اللي محني ظهرها عليا. فبعد ما خلصت البكالوريوس ما كانش ينفع بقى، كان يبقى عيب قوي ان هي تكمل وانا بقى بتفرج عليها. دخلت العمليات وشايف كل حاجه وحاسس وعارف ان انا داخل اتعمل لي بتر، كل اللي حواليك شايفين ده رجلك اتقطعت، يعني القطر داس على رجلك، دي حاجه صعبه. ايه انا مريت بكل احساس فشل ممكن اي حد يمر بيه، شايفاني لسه صغيرة، واحدة في تالتة اعدادي جاية تقول فكرة علاج لمرض. ما كانش عندي حتة العيب من شغلانة أو من اتكسف من شغلانة. سوبر ماركت شغال، ورش نحاس ماشي، خلاص ثانوية ثانوية نجحت، خدمة بروم، دخل عليا في جامعة، يلا خلاص دخل. أنا أول ما بدأت أدور في شغل في الطاقة الشمسية أكتر كلمة سمعتها إن هو مش عايزين بنات، لحد بقى ما جاء مدرس موسيقى في المدرسة وهو اللي سمعني وقال لي أنت لازم تغني أوبرا. أول لحظة حسيت إن والدي اللي هو فقد الأمل في كل حاجة وبدأ يتغير وبدأ يظهر على الاكتئاب، بعد 3 أيام من العملية رايح الكلية عشان يبلغهم إني أنا عملت حادثة ويأجله. فالمهم لما رجع قال لي كلمة، الشباب كلهم ماشيين في الشارع، اشمعنى انت اللي حصلك كده؟ قعدت حوالي 3-4 سنين بدور على الصفر فين. قعدت احاول وقدمت في كذا شركة لحد ما وصلت ان انا اكون في المشروع ده. من 3 سنين انا قدمت، عملت اختبار ان انا ادخل فرقة اوبرا باريس، وتبقى مسابقة عالمية فيها ناس من كل أنحاء العالم بتقدم، وفعلاً اتخذت، يعني كنا 4 أشخاص ما بين 700-800 شخص مقدم. فالحلقة اللي والدي دخل فيها هي اللي قررت إن أنا لأ، أنا هقوم وهمشي وهمارس حياتي عادي وما عنديش أي مشكلة. اتعلمت رياضات كتير، يعني لعبة سباحة، لعبة ألعاب قوة، لعبة تنس طاولة، وآخر رياضة هي بتشارك فيها في المسابقات الدولية دلوقتي هي الفروسية. في أمريكا رجل ستيني فروسية بيروت أورنتا ألعب قوة. أنت قوية؟ طبعا. وريني عضلاتك. ماشي أنت تلعبيني ريست بقى أنجح. احنا هنعمل ايه؟ المشروع القائم اسمه عربية الحواديت، عربية عشان بتجول بعربيتي الشخصية في القرى والعزب والنجوع والكفور
ليه حواديت؟ لأن بشحن العربية دي بالكتب والمجلات. أنا عملت توزيع 68 ألف كتاب مجاناً. في الأول خالص جات الفكرة إن إحنا نكون بنقضي على الفيروس دي النوع الجيني الرابع اللي موجود عندنا في مصر، فابتدينا إن إحنا نكون بنطور من مركبات طبيعية ليها تأثير على الفيروس، وبالتالي إن إحنا طورنا منها واكتشفنا فعلاً إن هي تقدر تهاجم الفيروس في الكبد وتقضي عليه تماماً. أنا مهندسة اختبارات في الطاقة الشمسية، طبيعة شغلي كلها بتكون في الصيف، بختبر كل الكابلات اللي تحت، بختبر كل حاجة مظبوطة في الصيف ولا لا، كل كابل خارج أو داخل المحطة أنا بعمل عليه تيست وبشوفه هو كويس. يومي بيبدأ الساعة 11 بينتهي الساعة 4 الفجر، بقالي 20 سنة مع الكابل. شقيت، فرحت، بس في الآخر هو جبر الخاطر على الله يعني. أنا أول مصرية وأول عربية تغني في أوبرا باريس أصلاً على مدار التاريخ كله. فبقالي 30 في فرقة أوبرا باريس بغني هناك، بعملت برودكشنز مختلفة، أوبرات مختلفة، حفلات، رحت الصين عملت كذا حفلة هناك، رحت لسه في أوبرا بولشوي، رحت مثلت أوبرا باريس بقى هناك في كام حفلة في موسكو. السنة دي بقى جت زي مرحلة جديدة في وقت أوبرا باريس، هي إن هم دوني جايزة أحسن مغنية أوبرا شابة أو صاعدة لهذا العام. أنا أول واحد في مصر بيجري بطرف صناعي، وأول مصري عربي أفريقي مشي من القاهرة لحد العين السخنة بطرف صناعي في 3 أيام. بكمل دراسات عليا وشغال مهندس اي تي في بنك مالتا ناشونال. انا في البدايه لما كنت بخبط على البيت، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا عارف الولاد كويس جدا، ممكن تنديني فلان؟ فهم بنسبه ان انا مدرس في المدرسه وعارفين بعمل ايه، في ثقه بينه وبين الولاد، بيجيب لي الولد او البنت اقول له ده كتاب اسمه كذا او مجله. يعني انا في بنت قالت لي ان ايه دي اصلا، وانا بديها المجله مش عارفه اصلا ان دي مجله. مش عايز اقول لك بقى كميه التريقه، يا عم لو معاك فلوس هات لهم لحمه، والنوعيه دي من الكلام. حته الشغل ابتديت اقدم في اماكن، فالمهم لا بترفض بسبب الاصابه. انا اول ما اتقابلت في الشركه اللي انا فيها حاليا اتعرض عليا ان انا اكون في وظيفه مكتبيه، عشان صعب ان انا انزل الصيد. في اماكن كانت بتقول احنا ما بنشغلش حد عنده عقد، فاتمرمطت شويه. بس بعد ما دخلت بقيت انجز شغلي في الدوكيومنتيشن وانزل الصيد. في اماكن عرضت عليا ان اتعين من نسبه 5%، زي ما في اماكن كانت بتقول لك احنا ما بنشغلش ناس عندهم عقد، فهو لا، القانون فرض عليك نسبه 5% من الموظفين عندك يروح واخد ورقك ومعينه بالراتب اللي هو الحد الادنى للاجور، يقول لك اتفضل اقعد في البيت انا مش عايز. ابتديت ارفض ورفضت شركتين ثلاثه. انا شخص عنيد يعني، انا لما بحط حاجه في دماغي انا بحاول احققها. لحد ما جه في شركه من اللي انا كنت مقدم فيها، لقيت عندهم مكان في الاي تي، رحت قدمت، قالوا لي طب بص احنا هننزلك 3 شهور في تجاره. فابتديت ان انا في خلال ال3 شهور ابتديت انا من نفسي اطلع من الحيز اللي المدير حاططني فيه، لحد ما اثبت لهم ان انا قادره اشيل الشغل ده وان انا زي اي مهندس تحت. ففضلت مثلا طالع بقى سلالم، مفيش اسانسير طالع سلالم ونازل، ده كله بتاع الحمد لله. في خلال ال3 شهور كنت متعين في الشركه. عشان انا حابه المجال ده فانا صممت ان انا اكون في السايت مش في الاوفيس. في خلال 6 شهور في الحفل السنوي بتاع الشركه دي كنت متعين كموظف مثالي في الشركه. بدات اتحرك في النطاق بتاعي، البيت اللي جنبي، البيت اللي جنب البيت اللي جنبي، العيلة اللي قرايب، وهكذا، لحد لما الأخبار بطبيعتها في القرى بتتنقل بسرعة كبيرة جدا. احكي لي بتعملي ايه في الجمعية يا مرام؟ نفهم أطفال، كتابة، قراءة، رسم التقاسمة هم عاوزينه، حاجات كتيرة يعني. الرسم والتلوين؟ رسم التلوين والكتابة. هي كمان بتعمل الطابور الرياضي لأن هي شاطرة في الرياضة. الأتموسفير أو الجو العام في الأوبرا برضو مش سهل قوي في باريس، لأن أحسن ناس بتيجي تغني هناك، فأنت طول الوقت بتتقارن بناس تانية وكده. يعني ساعات أنا كتير قوي فكرت أنا ليه بعمل كده، طب ما أنا غير، أنا ليه بتعب نفسي.
بس دايما كان بيبقى في حاجات تانية بتثبت لي انه لا الموضوع مستاهل. قصة المكان بعد ما خلصت بكالوريوسي باجي وسط البلد وقدرا بقف هنا بشتري العدة الموجودة قصادك دلوقتي من التنورة المحترمة دي العربية بالمقاصيص بالأنابيب بالشعلة وبتستمر الحياة مرارا يعني سنة ورا سنة لحد الحمد لله ما بقى أم دهب ليها كيان وروح وحياة في وسط البلد. عملنا 398 ورشة والنهاردة كان الورشة 399. الورش دي ورش للحكي، ورش للرسم، ورش للتلوين، ورش للحوار ما بيني وما بين اليافعين أو المراهقين من سن 14 لعند 18. جات لي الفرصة في 2017 أني أكون بسافر مسابقة اسمها Genius Olympiad، والمشروع بتاعنا أخذ الميدالية الفضية، ودي كانت حاجة مبهرة قوي لأنه هو كان على مستوى العالم. إن الواحد يمارس نوع الشغل ده الأوبرا، وإن هو يكون كمان بيمارسه برا وبينافس ناس في ثقافتها، دي حاجة يعني ما حدش ممكن يتخيل قد إيه صعبة. أمني لي حاجة. قال إيه؟ حاجة حلوة بقى كده. حاجة حلوة؟ لا مش دي. في الأول الرجالة في الموقع كانوا مستغربيني جدا، حتى في موقف أنا عمري ما هنساه، يعني واحد من عمال تحت بيقول إيه مهندسة معانا، فهو فاكر إن أنا هعدي الكلمة دي، فرجعت له قلت له أنا مهندسة معاكم، كلمت بقى باللهجة الصعيدي، يقول كمان صعيدية، قلت له من ضراو، فاللي هو قال لي إيه ده إحنا غلبنا ناس بحري، بس سوري يعني والله بس هو اللي قال كده. أنا أسمع عن مجموعات جري بينزلوا يجروا كل يوم الصبح، تيرو رانرز، أنا متابع صفحتهم على فيسبوك. بس عمري ما تخيلت ولا توقعت في حياتي ان انا طبيعي شخص برجل واحده ان هو ينزل يجري. فنزلت فاتكلمت مع حد من المنظمين وانا نازل ده كل لابس بنطلون ومحدش شايف حاجه. قلت له انا ظروفي كذا كذا وانا جاي انا مش هجري، انا بس هقف انظم معاكم الجري اللي انتوا بتعملوها وخلاص. قال لي طب ليه؟ طب ما في ناس كتير بتمشي مش لازم تجري. قلت له اوكي انا بمشي ما عنديش مشكله في المشي. وابتديت فعلا امشي 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 لحد ما جه زي منزل كده نازله كده، فابتديت احس اني رجلي سليمه. بعمل بقى زي نظام جامبنج كده، باخد خطوتين على رجلي السليمه وخطوه على طرف الخطوه. انا عايز اقول بقى ان انا لو مهما وصفت الاحساس ده لاي حد مش عارف فرحه عايز اعيط بحاجات كتير كده. بداوا بعد كده يتاقلموا ان انا معاهم، وان انا بالعكس هم بداوا يحبوا ان هم يشتغلوا ويكونوا في التيم بتاعي، عشان أنا ببقى جزء من التيم ده، يعني مش بشرف عليهم، لا أنا بشتغل معاهم تحت. اللبس دوت أنا جبته عشان خاطر الكورس اللي أنا كنت باخده في الإعداد والتقديم، علشان أنا نفسي أكون مقدمة برامج اجتماعية، فعملت جمعية وخدت الكورس علشان أحقق حلمي وأكون مذيعة تتكلم مع الناس وتحس بمشاكلهم. وانا في الجيم بقى قال عايزين نعمل حاجه مختلفه الكابتن، يعني ان احنا نوري الناس مفيش حاجه اسمها اعاقه، انا زيك اهو بجري وبعمل ما عنديش اي مشكله، وخصوصا ان انا واحد برجل واحده، فان هو يجري دي من اصعب الرياضات اللي ممكن العبها. قال لي هنمشي من القاهره لحد ناس سخنه 100 كيلو. قلت له اوكي سوم 100 كيلو دول قد ايه؟ انا مش متخيل 100 كيلو. نفسي اكون مذيع لان انا لقيت نفسي في المحل الحركه لطيفه قوي، بحب اتكلم مع الزبون اكتر ما بحب اكله. انا كل يوم بالنسبه لي العيون اللي بتجيلي في المحل عندي هناك وسط البلد بمثابه الكاميرا، فانا بركز ان انا وكاني انا بقدم البرنامج بتاعي من خلال الكبشه بتاعتي مع الزبون بتاعي، بمارس هوايتي مع زبايني يعني، لحد ما ربنا يكرم ان شاء الله يحقق احلامي ان شاء الله. كذا حد قال لي انت عايزه تثبتي حاجه لنفسك يعني هنا، انت صعب عليك الشغل ده، فاللي هو انا هثبت حاجه لنفسي انا وفعلا انا اثبتت ده، بيعتمد عليا في الشغل زي اي واحد من التيم. هو جايه منين؟ انا مصريه 100%، مصريه مقصله خالص، من اسكندريه، اسكندرانيه مقصله. كل اللي حواليا في البلد او في الكره جنبنا اللي حصل له حادثه دي يا اما مكمل حياته على القياس يا اما على الكرسي متحرك. وقت ما ركبت الطرف الصناعي ابتديت ان انا اتحرك في البلد، انا فاكر واحد كبير جه قال لي هي رجلك طلعت تاني. يمكن الحادثه دي غيرت ثقافه كمان في البلد، يعني ساعدت ان في ثقافه تغير في البلد عندنا. الصبر، وان دايما الواحد يعرف ان كل حاجه بتنتهي، عشان كده بقول لنفسي استمتعي بقى بالحياه، ما
بدل ما تخليها تعدي كده وخلاص، عشان تبقى اكون اخدت كل حاجه منها انا عايزاها. انا فيني راجعه. اول حاجه في اي ابتلاء او اي مشكله بتحصل لك اول حاجه الرضا، وبالتالي لو في يوم من الايام الدنيا هتقف معايا وهيكون الثمن الوحيد ان ابيع عربيتي واشيل الكتب واروح لهم ماشي، مش هتاخر ان انا اعمل ده. مستر هيثم بطل. مستر هيثم بطل. كمل وخليك امين في الحاجه البسيطه اللي انت قادر تعملها. طب انت عارف ان انا لحد دلوقتي ما غبتش ولا يوم من شغلي، والله العظيم ولا بحب اغيب من شغلي. دي انا حاسك سوبر زينب كده. الله سوبر زينب. انا بحب اتحدى نفسي. اما انا بربخ بغسل وبعمل حاجات كتير يا شيخ. انت كل اللي يهمك ان انت نجحت في حاجه وظهر لك هدف عمال تحفر وتعافر بايدك واسنانك علشان توصله باي شكل. الحياه ليها طعم. تعالوا نطلع للتقرير اللي جاي. الحياه محطات، لكن اهم محطه فيهم هي اللي انت فيها دلوقتي، هي اللي بتشكلك وبترسم طريقك، هي اللي بتتحول فيها لشخص مستقل بطريقة تفكيرك، بشغلك، بإنجازك اللي حققته لغيرك ولنفسك. وفي رحلتك بتقابل ناس انت تبنلهم عادي وهم يبانوا ناس عادية، بس الحقيقة ان انتوا الأبطال اللي الحياة قايمة على كتفهم، أبطال حقيقية. أبطال بنشوفها في طريقنا كل يوم.